احنا كده خلصنا الرابينج اللي على النظري، هنشوف مع بعض ايه فوتوز وايه ونركز فيها كده. ايه رايكم؟ What's your diagnosis؟ انا هنا عايزاها تقولوا لي ايه هو الميديكال ليجل كلاسيفيكيشن. احنا بنتكلم هنا بقى ايه رايكم الوند ده تايب ايه؟ كات وند اور سايد وند؟ عندنا ابريجن، هل ده ابريجن؟ ده الدكتوره قالت ده كات وند اللي هو الانسايز وند. ليه؟ لان ده دروينج اوف شارب ممكن حضرتك تاني ايدج صح بتاعت انسترومنت على السكين، حتى اللينس بتاعه اهو اكتر من الدبس، تمام؟ يبقى ده ايه؟ ده كات وند. انت اجابتك ايه يا دكتوره؟ واتس يور دايجنوزيس؟ طب نركز تاني، ايه رايك ده معمول بشارب انسترومنت ولا بلانت انسترومنت؟ ده باين ان هو شارب صح؟ صح، شارب انسترومنت. واحنا كده عملنا اكسكلوجن للابريجن والبروزز اصلا، فاحنا بنتكلم في الانسايزد ووند صح؟ او الاستاب، لان كمان اللاسيريتد معمول ببلانت، فاحنا بنتكلم هنا في ده انسايزد ولا استاب. افرق بينهم ازاي؟ بحته الدبس. الدبس مين فيهم اللي اللانس بتاعه اللي مرسوم على السكين اكتر من الدبس؟ الانسايزد ولا الستاب؟ الانسايزد. الانسايز تمام، يبقى ده انسايزد ووند او كات ووند، اسمه الثاني كات ووند، يبقى ده انسايزد ووند. لو كان الدبس بتاعه اكتر من الويدث كان هيبقى ستاب ووند، خلاص؟ فده انسايزد ووند. طب ايه الكاركترز بقى في انسايزد ووند؟ زي ما قلنا معمول بشارب انسترومنت، لينير او سبندل شيبد، وقلنا ليه سبندل؟ عشان السكين الاستيك صح؟ والايدجز بتاعته بتبقى كلين، ما فيهاش لا ابريجن ولا بروزز، ما فيش بريدجنج. البليدنج بتاعه ده قلنا ان هو كتير قوي، عشان كده ايه اللي فيه قليل؟ الانفكشن قليل صح، انفكشن قليل. هي السبسس بيبقى قليل جدا ليه؟ عشان هو فيه فري اكسترنال بليدنج، حتى دي مهمه يا دكاتره. طب والهير ايه رايكم؟ لو كان فيه هير ات ايدجز هنلاقيها ايه؟ شاربلي كات، مظبوط كده؟ طيب انتوا ان شاء الله في بارت 2 من الووند هتاخدوا الكومبليكيشنز بتاعت الووند والكوزز اوف ديث فروم ووند. بس كده سريعا، لما يسالك عن سبب الوفاه في اي ووند بتبقى زي اسباب ان شاء الله في الجراحه لما تاخده، هتلاقي يقول لك اسباب الوفاه في اي عمليه مجمعينها هما كلمه شيبس. شيبس يعني سفن، اس اتش اي بي اس. فهي دي بالظبط هي الكومبليكيشنز بتاعت اي ووند، هي نفس الكومبليكيشنز بتحصل في العمليات. اول حاجه يقول لك شوك، بعدين هيمريج، انفكشن، pulmonary embolism and surgical interference. بقول لك ممكن surgical interference يعني حاجات اسوشيتد نتيجه العمليه، ممكن يكون تخدير اصلا او عيب مثلا حصل نزيف او حاجه مشكله في الجراحه نفسها، تمام؟ يبقى اهميه الكومبليكيشنز بتاعت الووند اللي هي سببت الوفاه هي دي، شوك، هيمريج، انفكشن، ممكن pulmonary embolism او حاجات ريليتد بقى ايه surgical interference. وقلنا لو السبب في الوفاه سواء كان immediately أو delayed هو الأسيلم، في الحالة دي برضه هو اللي مسؤول عن وفاة الشخص ده، حتى لو ما ماتش في ساعتها، حتى لو دخل المستشفى وتوفى في العملية لسبب نتيجة الجرح ده مثلا bleeding أو كده، هو برضه مسؤول عن الجريح. طيب إيه رأيكم في الصورة دي يا دكاترة؟ What's your diagnosis؟ لاسيريتد يا دكتور. برافو عليك، لاسيريتد ووند. ليه دكتوره بصيتي على الايدجز لقيتيها ايه؟ الريجولر صح، وفيها ايه؟ وفيها تقريبا كونتيجن وابريجن. فيها ابريجن وبروزز، مظبوط، فيها ابريجن وبروزز والريجولر، وفيها وكبيره اهي مش لينير صح، مظبوط. يبقى دي على طول واضحه انها لاسيريتد ووند في السكان. طب ازاي نعمل ديفرنشال دايجنوزز بتوين الانسايز اند لاسيريتد ووند؟ زي ما احنا قلنا قبل كده، الانسايز ده بيبقى بشارب انسترومنت، اما اللاسيريتد ده ببلانت. الشيب قلنا في الانسايز بيبقى لينير او سبندل شيب، هنا ايه الريجولر. الايدجز كلين في حالات الانسايز، اما اللاسيريتد ووند زي ما احنا شفنا بتبقى الريجولر ويز ابريجن وبروتز زي ما الدكتوره قالت. البريدجنج بنلاقيه فين؟ في اللاسيريتد ووند، ده استراكشر سليمه على استراكشر مش سليمه، اما هنا كله بيبقى مقطوع. البليدنج قلنا هنا بيحصل كراشنج للبلود فيزلز كلها بالكونكتيف تيشو اللي حواليها، فعشان كده ما بتبقاش مفتوحه فيبقى ليس اكسترنال بليدنج. اما في حالات الانسايز لا،
يبقى البلاد فيزل شاربلي كات والكونكتيف تيشو ماسك الجوانب بتاعته، فكأنك فاتح خرطوم بلاد كده عمال يعمل بليدنج. وبعد كده الهير طبعا قلنا از ايدجز هيبقى كراشد اند، والسبسز هنا اكتر عشان البليدنج اقل وعشان الانسترومنت اصلا بتبقى انفكتد. تمام يا دكاتره، واتس يور دايجنوزس؟ ستاب وونز. مالتيبل ستاب وونز، اكسلنت يا دكتوره. طيب ايه اهم كاركتر خليتك تقولي ان ده ستاب وند وليس انسايزد مثلا؟ شايفين الايدج ريجولار بس ليه قلنا ستاب وما قلناش انسايز؟ لان الدبس. اكسلنت. الدبس بنعرفه ازاي؟ بيجيبوا زي بروب كده ويدخلوه فيعرفوا ان الدبس اكتر، وده واخد ايه زي الويتس بتاع ايه الانسترو، فالدبس بيبقى اكتر من اللينس. اما لو حصل دروينج شارب انسترومنت لا هتلاقي ان ايه اللينس اكتر من الدبس. الكاركترز اوف ذيس انجري has regular عادي clean cut edges. The depth دي أهم حتة is more than the lens. The lens relative to the breadth of positive instrument. بس إحنا قلنا إن ساعات يبقى أكتر من the breadth بتاع positive instrument. في حالات إيه؟ لو الأستيلنت هو طلع بإيه؟ باللاترال movement. فخلى اللينس اللي على السكين أكبر من the breadth بتاع الانسترومنت. تمام؟ وقلنا في external في internal hemorrhages. تمام، في hemorrhage internal دي حاجة severe وفي dangerous جدا عشان ال injury of internal organ. وال healing في حالات ال stab wound بيبقى delayed. طيب describe the lesion يا دكاترة، ايه رأيكم؟ what's your diagnosis؟ هلاقيين هنا ان في color change صح؟ confusion. برافو عليكي، دي البروزز. البروزز احنا قلنا غالبا لما بتبقى على السكن نسميها بروزز، هما الاثنين صح، كونتيوجن او بروزز الاثنين مظبوط. بس في الغالب لو على السكن في الغالب بتلاقيهم كاتبينها بروزز، او لو في الانترنال اورجان في الغالب بتبقى اسمها كونتيوجن. واتس يور ديفرنشال دايجنوستي يا دكتور؟ ليه ما قلتش عليها ان هي ابريجن مثلا؟ انت بصيتي لقيتي في كولر تشينج، تمام؟ انا في حاجه خدناها قبل كده بتعمل لي color change على السكين، ودايما كنا بنقول اكسلنت يا دكتوره. تمام، انا جالي كاديفر او جثه لقيت فيها لون مزرق، طب اللون المزرق ده hypostasis ولا ده بروزز كدمه؟ الجدول اللي انتوا كنتوا واخدينه بقى في post mortem changes احنا قلنا اولا the lesion is reddish blue color in the skin، خلاص، ف maybe bruises or hypostasis. ازاي نفرق بينهم؟ مين فيهم اللي during life اكيد؟ اللي هي البروزز. البروزز والبروزز هنلاقيها في اي مكان، اما الهايبوستيزيس ده في الديبندنت بارت بس، صح؟ طيب مين اللي هنلاقي معاه سويلينج؟ الحاجات اللي في البروزز لان دي انتي مورتم، تمام، ودي فيتال ساين. طيب الابريجن في السكين هلاقيها مع مين؟ بروزز. لان ده اتخبط، اما ده ما اتخبطش، ده حصل جرافيتيشن اوف بلاد بس، اما البروز لا ده اتخبط ببلانت انسترومنت، فالسكين اللي فوقيه مش انتاكت، هنا انتاكت سكين فوقيه، هنا لا هلاقي فيه ابريجن في السكين. طيب هلاقي ديفرنت كولر، ايه ديفرنت كولرز اللي ممكن الاقيها في البروز؟ بتاعت ايه يعني؟ اول حاجه بيكون احمر نتيجه ان في يعني الهيموجلوبين بيكون عادي، وبعد كده الهيموجلوبين بيخليه ازرق، وبعد كده البليفيردين بيبقى لونه اخضر، وبعد كده البليروبين اصفر. اكسلنت يا دكتوره، كل دول ستيجز اوف هيلينج. هيلينج يعني دي فايتال ساين، يبقى اللي هلاقي فيه ديفرنت كولرز يبقى ده البروزز، اما الهايبوستيزيس هو ايه؟ وان كولر. طب البلاد انسايد التيشوز مين اللي هلاقي البلاد كلوتد كده؟ بروزز. اكسلنت، اما الثاني انسايد البلاد فيس. مين ال ال ديفايند مارجن؟ انتوا رايكم كده ايه؟ مين؟ بروزز. ده اكسترا فازيشن اوف بلاد، ده موجود استحاله تلاقيه ويل ديفايند. اما لو تفتكروا في الهايبوستيزيس كنت بقول لكم ان حتى تانيه ملايه السرير بتبقى واضحه، لو حصل اي بريشر ولو حز شراب ولو اي بريشر بسيط جدا تلاقيه شارب لايه قفل خالص البلاد فيسز في المنطقه دي، فما حصلش ايه باسنج للجرافيتيشن للبلاد في الحته دي. تمام، واماكن الكونتاكت فلاترنج كانت تبقى محدده كده زي ما انتم فاكرين، فالهايبوستيزيس لا ده شارب ديفايند مارجن، اما ده اكسترا بازيشن اوف بلاد ده ال ديفايند مارجن يا دكاتره.
تمام. في الميكروسكوبيك اكزامينيشن مين فيهم اللي فيه فايتال رياكشن؟ اكيد اكيد البروزيش كده. بقول لكم موضوع وشبل مش وشبل، احنا عندنا عادي ممكن تاخد ايه هيستولوجيكال او سامبل ولكن عاملها مايكروسكوبيك اكزامينيشن على طول. واتس يور دايجنوزس؟ الاي تايب اوف فوند اللي انتم شايفينه ده ايه رايكم؟ ابريجنز. ممتازين يا دكاتره. يعني ابريجن ديستركشن اوف سوبرفيشال لايرز اوف سكين. خلاص يبقى الدايجنوز دي ابريجن على الدورزون بتاع الفوت اند لاج على الباك اوف ذا بادي وعلى الايه الارم. طب وات ار ذا ميديكال ليجال امبورتنس؟ احنا قلنا دايما الميديكال ليجال امبورتنس بتاعت الابريجن زي بتاعت البروز، الاثنين كانوا ساين اوف ريزيستنس او ستراجل، تعرفنا نوع الجريمه يبقى على الفيكتيم بتعرفني ساين اوف ريزيستنس، على الجريمه بتعرفني نوع الجريمه، الاسيدنت بتعملي ايدنتيفيكيشن للاسيدنت تمام، زي ما قلنا رايت او ليفت هاند او لو عنده ميسنج ميسد فينجر او حاجه، الايدج اوف بروزز الووند بقى نفسه نقدر نعمل له ايجنج صح، وبعدين الديفرنشال دايجنوستس بتوين الكونتيوجن والهايبستيزيس. قلنا مين اللي فيهم ابريجن؟ هو الكونتيوجن اللي هو البروزز. طب في الديفرنشال دايجنوستس بتوين الانسايز والكونتيوزد ووند مين اللي هلاقي الايدج بتاعته فيها ابريجنز؟ الكونتيوزد ووند. اكسلنت. واخر بقى حته في الميديكال ليجال امبورتنس، قلنا ان السايت بتاع الابريجن بيبقى في سيم سايت اوف ايه اوف انجري، اما البروزز هي اللي ساعتها كان ممكن يحصل لها شيفتنج لو عندي لاكس سبكوتينيوس تيشو. بارت 3 دكاتره احنا برضو كنا بننزل الاستقبال بنملى شيت اوكي، بنعرف ان الدكاتره الكومبوننتس بتاعت الشيت ده ان اهم حاجه احنا كميديكال ليجال كدكتور طبيب شرعي انت اهم حاجه عندك ايه؟ كونسنت. كونسنت لازم تاخد كونسنت انك تعمل اكزامينشن اوكي، لازم المريض يعمل يديلك كونسنت. بعدين هنعمل بقى زي اي شيت بتاخدوه في اي برانش كلينيكال الهيستوري والاكزامينشن، هنملى هيستوري واكزامينشن. بس الهيستوري عندنا مختلف شويه، هناخد هيستوري بيرسونال هيستوري عن الفيكتيم نفسه وبناخد عن الحدث ايه اللي حصل. وبالنسبه للاكزامينشن بتاعنا جنرال عادي فايتال سايز والانجريز، ده اللوكال بقى اكزامينشن مكان الوند ناخده بقى حته حته كده. اول حاجه انا الموقع ادناه ده الكونسنت، لازم يبقى ريتن كونسنت. لو طبيب شرعي هيجي يكشف على بيشنت لازم ياخد منه ريتن كونسنت تمام ويوقع عليه. طيب جنرال انفورميشن احنا قلنا هناخد حاجات بيرسونال هيستوري ايج او سكس والارايفل، هو وصل امتى بالظبط المستشفى ده يفرق معايا قوي، الديت وصل امتى والساعه كام بالظبط. ليه؟ انا كده خلصت الهيستوري بتاع الفيكتيم نفسه، عشان انا هاخد دلوقتي الهيستوري بتاع الاسولت او ايه الحادثه اللي حصلت، لازم وانا باخد الهيستوري اعرف مين اللي بيدين الهيستوري، البيشنت نفسه ولا حد من الريليتيف. طبعا لو هو حد طفل صغير قاصر يعني او mentally retarded او عنده مشكله او unconscious ماشي، في الحاله دي انا هياخد من الريليتيفز مش هياخد منه هو. تاني حاجه التايم اوف اسولت، هو بيقولوا لي الحادثه دي حصلت تقريبا امتى خلاص، وبعد كده اعمل ديسكريبشن بالظبط للاسولت اللي حصلت له والويبون اللي استخدم، لو كان شارب لو كان بلانت او لو حاجه تانية مثلا زي فاير اورن او زي هوت ليكويد الحالات الثيرمال انجريز او البيرن او الكلام ده، او الكتروكيوشن مثلا صعق كهربائي تمام او طلق نار. فانا في الحالات الووند هنقول ده شارب ولا بلانت اوبجكت، او لو اي حاجه تانية هنا ايه اكتب اوكي. فاحنا سريعا كده بنملى الشيت ده الاكزامينشن، احنا خدنا اول جزء الريتن كونسنت، ثاني جزء الهيستوري بتاع الفيكتيم وبتاع الاسولت، ثالث جزئيه في الشيت كان بنتكلم فيها على الاكزامينشن. وقلنا زي اي شيت بناخد جنرال اكزامينشن بتاعنا هو عباره عن الفايتال ساين تمام، هيمودايناميكلي ستيبل ولا لا، البلد بريشر والبولس والريسبيريشن والتمبريتشر. طيب ايه بقى اللوكال اكزامينشن بتاعنا؟ هو اكزامينشن لكل الانجريز بتاعه الفيكتيم من راسه لغايه رجليه، لازم اعمل فول اكزامينشن. اول حاجه هقول التوتال نمبر اوف انجريز بغض النظر عن نوعها، والله عنده ابريجن على بروزز على فاير ارم على الثيرمري، التوتال نمبر كان كام اوكي، وبعدين همسك واحده واحده منهم بقول العدد بتاعها، هعمل مثلا جنبها في ابريجن طب عددها كان ايه والسايز كان ايه. كنا بنعمل اللوكيشن، بنعلم عن اللوكيشن في الجسم، كنا حاطين دياجرام للطلبه ليه؟ على اساس ان انت الهدف الاساسي من الشيت انك تجمع اكبر قدر من الداتا في اقل وقت ممكن
تمام. فمجرد علامه مثلا نقول هنا البيرن الديجري بتاعته قد ايه، ونقول موجود فين في الجسم. الانلت والاكزت دي الوونز بتاعت الفاير ارم، الطلق الناري. الانلت ده مكان دخول الطلقه، والاكزت ده مكان خروج الطلقه. طبعا الوونز العاديه اللي هي الايه الكلاسيفيكيشن الميديكال ليجا اللي احنا لسه قايلينها، بتاع اي ووند معمول بايه، بميكانيكال فورس، اللي هي الحاجات اللي ميكانيكال فورس زي ما قلنا اللي هي الوونز والفاير ارم انجري. ليه؟ لان الثيرمال انجريز والالكتروكيوشن والراديشن بتتعمل بفيزيكال انجري، خلاص بنسميها فيزيكال انجري. فده سريعا كده الميديكال ليجال شيت. اهم حاجه الكونسنت، ريتن كونسنت ويوقع عليه. تاني حاجه هيستوري للفيكتيم نفسه، الايج والسكس، وصل امتى المستشفى، الارايفل هنا بتاع وصول المستشفى كتاريخ وكتايم بالظبط. بعدين ناخد هيستوري بتاع الحادثه نفسها، مين اللي ادانا الهيستوري، هو ولا ريلاتيف، في حالات لو كان قاصر او منتري ريتوردد او انكونشس بناخدها من الريلاتيفز. والتايم اوف اسولت، حصلت الحادثه بقى مش وصوله المستشفى، هنا الحادثه حصلت امتى، ونبتدي نوصفها وبعدين نقول الويبن المستخدم. ثالث نقطه الاكزامينشن، بنعمل جنرال اكزامينشن بالفايتال ساينس، بعدين نشوف الانجري او كل الانجريز اللي عنده، ده اللوكال اكزامينشن بتاعنا. توتال نمبر، اتفضلي يا دكتور. هو لو شخص ميت وكان مثلا فيها شبهه جنائيه، فانا مش ملزمه ان انا اخد الكونسنت دون، ولا يعني لازم لا لا، احنا هنا ده الميديكال ليجال شيت، ده دكاتره كان فيلد فيزيت، كنا بننزل مع الدكاتره في الاستقبال وناخد فعلا شيت من عيانين في الاستقبال جايين. طبعا بناخد كونسنت من البيشنت، وبندخل الدكاتره بس عدد محدود من الطلبه مثلا، نبتدي نعرفهم ازاي ياخدوا سريعا جدا ايه الميديكال ليجال شيت يا دكاتره. فده ما بيحصلش لحد ميت، لا، الحد الميت ده بتعملي له حاجه اسمها صفه تشريحيه، تقرير طب شرعي تشريحي، تعملي كشف ظاهري اللي هو تعملي اكزامينشن بقى للجثه، ده حاجه تانية خالص. اللي احنا بنعمله ده مش تقرير طب شرعي على جثه، انت بتعملي اكزامينشن لحد جاي من حد، ده مختلف عن الصفه التشريحيه اللي احنا كنا واخدينها في الديث سيرتيفيكت. الصفه التشريحيه بيقوم بيها الطبيب الشرعي، بيعمل كشف ظاهري للجثه، يشوف اي علامات خارجيه ساينز اوف ريزيستنس او اي حاجه، وزي ما قلنا بعد كده يشوف اي بروكن بونز، بعدين يفتح بقى يعمل تشريح والاوتوبسي، دي حاجه تانية. تمام، ده ميديكال فورنسيك ميديكال شيت، ده بيتاخد عادي جدا زي ما ايه حاجه سريعه بتتاخد من ناس احياء مش من جثه. تمام، وزي ما قلنا بناخد حاجات. اما التاني ده بيبقى بالتفصيل بقى، دكتور بيشوف كشف ظاهري والصفه التشريحيه ويوصف كل حاجه بالتفصيل، وفي الاخر يطلع بكونكلوجن. تمام، ودي حاجه مختلفه، ده كان فيلد ستادي بنعمله مع الدكاتره في الاستقبال هنا في الجامعه. هو الهدف منه ان احنا نعرف ان لازم في اي كشف طب شرعي ناخد كونسنت، دي حاجه مهمه قوي قوي قوي، دي اهم حاجه في ميديكال فورنسيك ميديكال شيت. تمام، اخر جزء بقى عندنا questions بسيطه كده مع بعضنا. قال لك واحد عنده 35 سنه دخل المستشفى بعد ما في حرامي اتهجم عليه، لقوا ان في multiple wounds في left side في front of the chest، والدكتور وهو عملها examination طبعا، بس لقى ان في ايديه في multiple deep cuts in his right palm زي الصوره اللي احنا شايفينها كده. ايه رايكم بقى الكاتس دي اسمها ايه؟ defensive. برافو عليك يا دكتور، يبقى دي defensive wound. طب ال fictitious wound دي ليها اسم تاني؟ fabricated. fabricated. انا جبت لكم حتى كلمه fictitious هنا عشان نبقى عارفين ان fabricated في الغالب احنا عارفين fabricated هي المفبركه، بس ساعات بتيجي في الامتحانات بكلمه fictitious. تمام، طيب ايه رايكم؟ usually suicidal ولا relatively harmful ولا at accessible size ولا none of the above؟ suicidal. at a at accessible size. تمام يا دكتور، دايما هي superficial parallel. ممكن نقفل المايك بس؟ الصوره اللي قدامنا يا دكاتره دي في الجزء بتاع الانجري اوف سبيشال اورجانز، انتوا لو بصيتوا كده على الاورجان ده، ايه الاورجان ده اللي انتوا شايفينه؟ ده تقريبا ده ليفر صح، تتوقعوا ده اتخبط
ببلانت ولا شارب انسترومنت؟ شارب بلانت. طب انا هسألكوا سؤال، هنبص على ايه عشان نحاول نركز ونعرف كده ايه في الوند ده نبتدي نبص عليه؟ اه برافو عليك. وانا هبص على الايدجز كده هلاقيها ايه؟ الريجولر صح، وفي بريدجنج وفي تيشوز اهو. تمام، يبقى دي زي ما حضراتكم قلتوا بلانت تروما. بصوا بقى ايه رايكم في دي بقى، بلانت او شارب تروما؟ شارب ده ستاب 1، ده اقدر اقول كمان اللي ليه تو اكيوت انجلز، ده اقدر اقول ده ايه، دبل بليدد انسترومنت. تمام، الصوره دي اللي بيسموها رابشرد ليفر، اوكي، لاسيريتد internal organ، هما اللي يقول لك حصل انفجار في الكبد ولا انفجار في الطحال. انفجار هو عباره عن لاسيريتد وونت، بس هما الكلمه يعني زياده شويه، هو عباره عن لاسيريتد وونت يعني معمول ببلانت تروما. اما شارب انسترومنت عادي جدا، ده سكينه وداخله، اوكي، فعندي ريجولار ايدجز والانجلز بتبقى باينه وكل حاجه. تمام، طيب ايه رايك يا دكاتره، ده سنجل ولا دبل بليدد؟ هبص على ايه؟ الانجلز بتاعتي صح، ده دبل بليد. تمام، عندي احنا قلنا دايما في الستاب ووند بناخد الشكل الووند اللي على السكين بيبقى واخد الكروس سكشن بتاع الانسترومنت، فلما الاقي فيه تو اكيوت انجلز يبقى كان اكيد اكيد عندي هنا شارب بليد وهنا شارب بليد، يبقى دبل بليد. شايفين بنقول بياخد الكروس سكشن بتاع ايه، الانسترومنت. يعني لو والله لو سنجل بليد زي سكينه هلاقي تريانجلر، ممكن الاقي ناحيه 1 acute angle وناحيه ثانيه ملفوفه شويه كده، او ممكن الاقي حاجه اسمها fish tail appearance. الفيش تيل ابييرنس دي احنا كان عندنا جار في المتحف، عندنا ستيل يعني، بس انتم المتحف اتشرمل عليكم يعني. عندنا هو بالظبط نفس شكل الفيش تيل زي ديل السمكه. هي الفكره ان انت عندك هو مضروب بسكينه، هو ده فيش تيل ابييرنس، اول ما تشوفه تقول ان ده سنجل بليدد. ليه؟ عندك ناحيه واحده بس هي الاكيوت، اوكي، والناحيه المفروض ناحيه الجزء اللي هو ما فيهوش بليد او الحته البلانت بتاعته حصل تير عند التو انجلز بتاعتها. اي انجل في التراينجل هنا هتعتبر ويك بوينت، فلما يجي يزق السكينه من الناحيه دي يا دكاتره هيحصل تير من هنا وتير من هنا، يديك المنظر بتاع السمكه ده. فاحنا لو شفنا على الجرح منظر الفيش تيل ابييرنس نقول على طول ان ده كان سنجل بليدد، سنجل بليد. طيب افرض مثلا داجر او خنجر ناحيتين بتوعه ايه، عباره عن بليد الاثنين شارب، هيديني السبندل شيب ده، بوث انجلز في شيب او اكيوت انجلز. لو مفك هنلاقي المنظر الكروس سكشن بتاع المفك، لو لقينا ايس بيك ده حاجه شبه المفك كده بيكسروا بيها التلج بتبقى بوينتد هنلاقيها سيركولر كده. لو فور هنلاقي كل مكان عمل بانكتشر بنلاقيه مرسوم على السكان.